دايما في كل دورات سواء اولمبيه او بارالمبيه، يعني على الاقل ده اللي كان حاصل طول الفتره اللي فاتت، عاده البعثه البارالمبيه بترجع لنا محمله بعدد من الميداليات اكبر بكثير من ابطالنا الاولمبيين. صح. وزي ما كانت نواند بتقول لحضرتك من شويه ان فعلا في ريو 2016 كان عندنا 12 ميداليه بارالمبيه منهم 3 ذهب. ايوه. المره دي ايه اللي حصل بقى؟ ففي تراجع ومفيش ميداليه واحده ذهب. ايه اللي حصل؟ اقول لحضرتك طبعا انت عارف الظروف اللي مرت ما بين لما رجعنا من ريو، جائحه الكورونا. طبعا جائحه الكورونا عطلت، يعني احنا اللاعب عندي عشان يوصل للدوره البارالمبيه بيمر بمراحل. اكيد. في مراحل داخليه وفي مراحل خارجيه. الداخلي احنا بعد ما بنرجع، يعني مثلا رجعنا من دوره ريو ابتدينا نعدهم لدوره طوكيو. المفروض ما بين الدورتين 4 سنين، المره دي عملت 5 سنين. عندنا اولا لما كنا في ريو في عندنا بعض اللعيبه للاسف الشديد اصيبوا. عندنا محمد الجيب ده لاعب ذهبي، يعني دايما على ريو ولا على طوكيو؟ بعد ريو. بعد ريو. رجعنا من ريو. تمام. ابتدينا نعمل المحطات بتاعتنا. حلو. عندنا المحطات الداخليه والمحطات الخارجيه. تمام. المحطات الداخليه هي اللي هي المعسكرات طبعا الداخليه. الخارجيه اللي هي الاحتكاكات الدوليه مع البطولات القاريه والبطولات العالميه وكاس العالم، اللي هم بيعدوهم عشان يوصل اللاعب ياخد المركز اللي هو يخش بيه بقى الدوره البارالمبيه. بالنسبه للمعسكرات الداخليه احنا مشينا كويس لغايه ما جت جائحه كورونا. طبعا المعسكرات وقفت. طب ابتدينا المعسكرات، بعض اللعيبه كانت لهم كورونا طبعا اصيبوا، وانت عارفه طبعا العلاج بياخد وقت. طبعا. لما بيطلع من بعد العلاج ما بيبقاش زي الاول، بس احنا عملنا كل اللي علينا وقدرنا ان احنا نديهم العلاج الطبي المسموح به. جينا بقى للبطولات الخارجيه والاحتكاكات الخارجيه، طبعا ما قدرناش ان احنا نعمل بطولات نعمل احتكاكات خارجيه. الحمد لله قدرنا ان احنا ناهل اللعيبه بتوعنا في البطولات الخارجيه قبل ما جائحه الكورونا ده تشتد قوي والسفر يتمنع. احنا كان عندنا فريق سباحه سافر ايطاليا، وصل الساعه 12 بالليل، ركب الطياره ورجع 12 الظهر تاني يوم. عشان ايه بقى؟ كانت جائحه الكورونا انتشرت وقالوا لنا لو مش هيرجعوا ممكن ما نعرفش نرجعهم. يعني رجعوا بعد 12 ساعه. 12 ساعه يا روب ناموا، وهم نايمين احنا كلمونا قالوا لنا ان السلطات قالت لهم لازم ترجعوا. ده كل ده طبعا بيأثر طبعا في التمارين بتاعه الابطال. نيجي بقى للابطال ذات نفسهم. يعني احنا اول مشكله عندنا كورونا، جائحه كورونا. تمام. ايه بقى تاني؟ تاني مشكله انه الاحتكاكات الدوليه، الدول اللي دخلت في المنافسه معانا في طوكيو كان مسموح لهم بالتحرك داخل، يعني كل اللي في قاره اوروبا ما كانش ممنوع التحرك داخليا، فكانوا بيعملوا معسكرات، بيعملوا احتكاكات، بيعملوا بطولات احتكاكات. احنا ما قدرناش نسافر، احنا البطوله الوحيده اللي كنا المفروض نسافرها كانت كازاخستان. سافروا اللعيبه بس طبعا كنا قلقانين عشان كانت جائحه الكورونا برضك ما زالت موجوده. نيجي بقى لحاجه مهمه، انت حضرتك قلتي جبنا 3 ذهب لما كنا في ريو. واحده من الذهب كانت بتاعه لاعب اسمه محمد الجيب. محمد الجيب ده لاعب رافع اثقال معروف عالميا، للاسف الشديد بعد ما رجعنا من ريو بحوالي سنه عمل حادثه بشعه اثرت على العمود الفقري بتاعه. طبعا اعتزل لانه ايديه ما قدرش يشتغل. الثانيه كانت لشريف عثمان. احنا شريف عثمان قبل بطوله طوكيو بحوالي 45 يوم اصيب في الوتر بتاعه، وكان اصابه جامده لدرجه ان احنا كنا خايفين انه ما نقدرش يشترك معانا في طوكيو. يعني لو حد عمل لنا عمل والله يعني انا بقول لحضرتك كانت ظروف، عشان كده الناس اللي بره مش قادره تفهم الظروف الداخليه بتاعتك. معلش، اسباب الاصابات دي يعني ده حادث اول يعني لاعب حادث، لكن هل ده نتيجه خطا في التدريب ولا لا؟ لا لا لا، هو بيبقى اوقات يمكن مثلا ايه كان مجهد فحمل زياده عن اللزوم. طب ما هو مش لازم يكون في اخصائيين معاهم؟ في معاهم مدربين ومعاهم اخصائيين. بصي اوقات اقول لك اوقات اللاعب بيتحمل على نفسه، يعني ايه؟ ما بيصرحش ب يعني مثلا اقول لك احنا في ريو كان معانا اللاعب متولي مطحنه.
متولي مطحنة ده لاعب ذهبي وشال العالم اسم كبير طبعا. وكان هو من الشان. لما وصلنا في ريو واثناء ما بيدربوا قبليها اثناء التدريب الدكتور اللي معانا اكتشف ان هو مصاب. قال لنا هو على فكره كان معانا الاسبوع اللي فات. قال لنا ما دخلش ما اشتركش يعني ما ده ذهب وراحت مننا.